والآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية، أحوال الطقس ودرجات الحرارة، نعود فيها من جديد لسارة. شكرا مصطفى، شكرا إيمان. مشاهدينا هذه وقفتنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الاثنين نهارا حار على القاهرة الكبرى والوكي البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة. القاهرة 32-21، الإسكندرية 35-18، مطروح 24-19، بورسعيد 30-20، الإسماعيلية 33-20، السويس 32-21، العريش 31-18، طابة 32-20، شرم الشيخ 36-23، الغردقة 35-23، الأقصر 41-23، أسوان 42-25، الوادي الجديد 39-23، شلاتين 31-23، وأخيرا 30-24 حلايب. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.